الرئيس السيسي يستقبل كبير مستشار الرئيس الأمريكي. قوات حرس الحدود تدمر نفقية تهريب و63 مزرعة لنبات البانجو بسيناء. الحكومة تنفي بيع أدوية مخدرة بالصيدليات دون رقابة من وزارة الصحة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس كبير مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لبحث عملية السلام في المنطقة. المزيد في سياق التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي السيد جيسون غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية، والسيد براين هوك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا سيادته إلى الحرص على مواصلة الارتقاء بها في كافة المجالات، فضلا عن الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. السيد جاريد كوشنر نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيد الرئيس، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلعه لدعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المحاور والمستويات، كما أشاد بالدور الهام والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صورهما. تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي من اكتشاف وتدمير فتحتي نفق جديدتين على الشريط الحدودي بشمال سيناء، هذا بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، كما نجحت أيضا بضبط 300 كيلوغرام لمادة اليوريا التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وضبط أكثر من 1800 كيلوغرام لجوهر الحشيش المخدر، وتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو. كما تم إحباط محاولة الهجرة غير المشروعة عبر الحدود لأكثر من 400 فرد من جنسيات مختلفة، كما تم ضبط 65 فرداً من المهربين والخارجين عن القانون، وتمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيع أدوية مخدرة بضغط وأسواق الدواء دون رقابة من وزارة الصحة، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان التي أكدت أن أدوية الجدول لا تصرف إلا بروشتة مختومة من الطبيب مع احتفاظ الصيدلي بها للإثبات في حالات التفتيش، وجميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة، مشددة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين. وصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيلها لإجراءات التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات وتقديم جميع التسهيلات لهذه الحالات. المزيد في سياق التقرير التالي. وزارة الداخلية لا تغفل أثناء جهودها المستمرة الاهتمام بالجوانب الإنسانية والمجتمعية ومراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الأمنية المختلفة، حيث واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على الأقسام التابعة للإدارة في الجمهورية وتقديم جميع التسهيلات لهذه الحالات ما بين كبار سن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى. هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية في أنحاء الجمهورية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين.